وحبيبي. المتعة، زواج المتعة، علاقة وقتية سرية جسدية، وممكن تكون حب من نوع آخر. بالظلام وبعيد عن عيون يلي بيعرفون، توجه موسى تيلتقي زهرة من بعد ما اتصلت فيه، أي لما أرادت الحصول على حقها الشرعي لأطفاء رغبتها والحصول على متعتها. إذا هي جاية عبالة بتقلي وينك، عايزيتك، بدي شوفك. ايه واني كمان نفس الشيء، بس هذه اول مره بيكون موعد مركب، يعني هيك مش معودين. بقلب الجمعة، يعني بالجمعة مرار مرتين او ثلاثه. وين تجتمعوا؟ تجتمعوا بتمارسوا المتعه. في بالحازميه وفي بيت شاب صاحبنا الشياح. ويوم التصوير كانوا البيتين محجوزين، فكان اللقاء شفوي وبالسيارة. أوقات مثلا كل يوم، أوقات يوم إيه يوم لا، بس بحضر حالي قبل بيوم. مثلا أنا اليوم بدي أظهر معه، عرفتي كيف؟ بدق له على التليفون، برد علي بقول له نو بدي أشوفك اليوم، بقول لي أوكي، يعني ما في مرة بقول لي لا. مرتي بتقول لي نفسي تتجوز ثلاثة لحتى لي أعرفك وين بتروح وين بتجي. نفسها انه بس تجوز ثلاثة. قلت لها بتجوز تنتين اذا الله رزقني، بتجوز تنتين. قالت لي ما بتتجوز ثلاثة. قلت لها لا. قالت لي عشان تضلك رايح جاي مثل الكهرباء. موسى متزوج وقبل 6 أطفال، 5 بنات وصبي، اصغرهم طفلة بعمر 3 أشهر. اما زوجته فهي على علم انه زوجها بيعقد عقود متعة على النساء. زواج المتعة وحسب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هو أنه تزوج المرأة نفسها للرجل لقاء مهر محدد لوقت محدد بعقد نكاح بيضمن حقوق الصحة الشرعية. وعقد المتعة عقد لفظي بين المتمتعين، أي لا عقد مكتوب، وصيغته بأنه تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي لقاء مهر بحددوه سوا ولمدة ممكن تكون أحياناً أقل من ساعة، على شرط أنه يقول الرجل المتمتع قبل. بالمتعة يمكن تجديد العقد برضا طرفين، والرجل بيعترف بولد المتعة، ولكن المرأة ما بتورث، وبحق للرجل إبرام أكثر من عقد باليوم الواحد. أما المرأة المتمتعة وإذا أرادت تغيير الرجل بيكون ذلك بعد 3 أشهر من انتهاء مدة العقد الأول. رحت بدي أسوي السيارة عنده، قال لي وين هي السيارة؟ قلت له بدلك وين هي. رحت عم دله على السيارة وين، قال لي بتحب تظهري؟ قلت له أنا مثل ما بدك، بتحب تظهر؟ قال لي أنت مثل ما بدك. قلت له أوكي منظهر. رحنا لنجرب السيارة، ظهرنا أنا وياه على مطعم، قعدنا أنا وياه وتحدثنا شوي، وقال لي شو رأيك إنه نعمل عقد؟ هلا أول شيء أنا ما قبلت، صار يحكي ويقنعني وكذا وهيك، قبلت معه، عملنا عقد ومش الحال. وأنا كتير يعني بنبسط معه ومبسوطة معه، عايشة عايشة كتير يعني سعيدة معه. ولكن الحديث زعج الموجودين، فتركنا المكان وتوجهنا لكورنيش المنارة. زهرة عمرها 32 سنة، ومن 2 سنين وحسب أولى بدأت عقودها المنقطعة مع موسى، عقود بالكلام بتخولها تطلب منه كل يلي بتريده تتكون مبسوطة جسديا. بس وين ما في مطرح هون، ما انت عم تقول ما بدك على الطريق وما بعرف شو والى اخره، ولا ما عم بتحن علينا بشي. موسى يلي عمره 44 سنة يوم تصوير هالروبورتاج كان عنده عقد زواج دائم وعقدين متعة. يعني انت عم تعمل العقد لساعة،
خلال الساعة أنت بتخلص؟ ما بتضاين هي ساعة. إذا بدك أمور جسدية هي ما بتضاين ساعة. إذا أمور جسدية. ومسألة مش مسألة ساعة يعني أمرار بتسحب. ثلاث ساعات، ساعتين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 11، 12، 13. قالت لي 14، قالت لي 13، قلت لها 14. قلت لها من أول وجديد. ولكن موسى يلي ما بيتذكر عدد عقود المتعة يلي عقدها على نساء ملتزمات كسر الرقم القياسي بقوته الخارقة الجسدية الجنسية. إنه قبل ما تجوز هيدي كان في ثلاث عقود بليلة واحدة. ثلاثة يعني ثاقبت إنه هن مجتمعين ببيت واحد. هيدي كان الرقم القياسي. اخوه عطش اخوه كانوا؟ لا لا، هذا الموضوع بيصير حساسية. يعني لو ما بيصير حساسية كنت بقول لك. اذا انت قلت لي اخوه بقول لك بيصير حساسية، يعمل حساسية. بزواج المتعة لا مجال للغيرة، لانه للرجل الحق، كل الحق بترك المتمتعة يلي بتوجع له راسه. مع المرأة كل يوم كل يوم، يعني احيانا بتهرب، هي بتكون تعبانة بتكون مريضة بتهرب، بس مع التانية كل يوم. هلا حاليا كل يوم، يعني اذا مش قبل ما تروح على الشغل بعد ما تيجي من الشغل ما بتعرف. بتقفي مثلا نهار بالجمعة ثاقبت، يومين بالجمعة هيك إذا ثاقبت، لأنه بعدها يعني جديدة تتحمل. عندك ناس ما بتتحمل. كان عم بيحكي عن نسوان غيرك، ما غرتي؟ لا عادي. ليه؟ أي لا، وضوح، ما في غيرة بدها. بس توع الغيرة عندك، بس يصير بدك تعملي مشاكل ها هيدا شأنك، بس ما عادش في موسى. انا بحب الجنس مع موسى، مستحيل انه اختار واحد يعني شخص غيره. تختلف التسمية بين حب، عشق وغرام، وبيختلف النوع بين علاقة جنسية، شهوة، حب أفلاطوني، زواج، مصاحبة أو مساكنة. بس شيء واحد ما بيختلف عليه هو الشعور الجميل يلي بخرجنا هالشرقطة بكياننا كله لما منكون بحضرة الحبيب، الاشتياق له بغيابه، هالفرح وحب الحياة. ومنضيف انه أجمل أوقات فيها هي لحظات الحب. وكل سان فالنتين وانتو بخير.